حبيبي مو بس بطابو خويا صارت لك بالنعم طال نعي المصايد هنا الشفل انت بالصفات يا الله ابو الشفل وينكم على بخت شباب ترى إصلاح الوضع الحالي وتغيير النظام ما يجي بضرب الجندي والشرطي اللي واقف لحمايتكم. أقولها هي هاي مبادئ الثورة اللي كنا أيدناه واللي انطيتوا عليها آلاف الجرحى ومئات الشهداء. يعني أنتوا عفتوا الحرامية وعفتوا اللي كانوا يدعمون داعش ويسمون الدواعش بالثوار بحيث صورة الخميس الخنجر مضروبة إكس ماكو. صورة الوزير النفط الحالي واللي هو نفسه وزير المالية وكالة مضروبة إكس ماكو رغم انه عليه 39 ملف فساد وجيتوا على ذول المقاريد اللي لا يقدرون يعفون واجبهم خوفا من الحساب والعقاب ولا يقدرون يدافعون عن انفسهم ويردون عليكم لان اذا ردوا الف نعال ابن نعال وقطره ابن قطره يطلع يدافع ويمد لسانه هالطول والله شنو قمع الحريه والديمقراطيه يا ديمقراطيه الديمقراطيه المزيفه هسه تقول لي شنو مزيفه تعال اراويك شنو مزيفه هاك اسمع صورة رجل يضع قدميه على مكتب نانسي بيلوتسي رئيسة مجلس النواب مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض عليه بعد يومين في منزله بأركنساس اعتقال حوالي 68 شخصا يتم التحقيق معهم وجهة التهم إلى 40 منهم هي تهم تتفاوت ما بين التحريض النهب والتآمر وهنا صورته بعد القبض عليه وتم التعرف على العديد من الأشخاص الذين اقتحموا مكاتب الكابيتول لكن لم يتم القبض عليهم بعد هنا السلطات الأمنية في أمريكا بدأت توزع صور المشتبه بهم صور هؤلاء يفقدون وظائفهم بعد نشر صور مشاركتهم في اقتحام الكونغرس أنا في خدمة موظف بعد أن تم تصويره ويرتدي هوية شركة داخل مبنى الكابيتول بعد اقتحامه هذا هو الموظف المفصول اللي شايل العلم أول محامي أمريكي تم فصله من عمله بسبب مقطع فيديو له أمام الكونغرس الأفعال التي قام بها أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذين يسمون الآن الولايات المتحدة الإرهابيون المحليون شوف هذولا ما قاطفوا قوات حفظ النظام بالحجار والبطالة ولا طالبوا بتغيير النظام ولا قصفوا المجمع الحكومي الأمريكي مجموعة متظاهرين عزل اقتحموا الكونغرس الأمريكي واخذوا صور تذكارية قدام الكونغرس ومكتب نانسي بيلوسي الـFBI بنفسه طاردهم وتولى اعتقالهم وانفصلهم من وظائفهم والناس اعتبروهم إرهابيين محليين وهاي وين؟ مو بكوريا الشمالية لا 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 بالدول اللي تعتبر أم الديمقراطية ليش؟ لأن اعتبروهم أساس بهيبة الدولة وخرق لأنظمتها وقوانينها